أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صحافة المساء، حيث سنتناول فيها أبرز ما تداولته الصحف المحلية والعربية والعالمية في الشأن اليمني. حياكم الله مجددا، والبداية من موقع المهرية نت، حيث نشر الموقع تقريرا خاصا يقول فيه إن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة تأتي ضمن محاولاته لخلق توازن في مواجهة الاحتجاجات المناهضة للوجود العسكري السعودي في بوابة اليمن الشرقية ومساعي جرجرة المحافظة الآمنة إلى أتون الفوضى والصراعات التي ظلت باعدة عنها. وينقل الموقع عن المحلل السياسي محمد الأحمدي قوله إن تحركات الانتقالي مدفوعة خارجيا وتأتي في إطار حسابات خارجية لا تمت لأبناء الجنوب بصلة. ومن ناحية أخرى، يؤكد رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة سالم عبد الله بالحاف في تصريح للمهرية إن تحركات الانتقالي في المهرة تأتي بدوافع من الإمارات لإثارة الفوضى، مشيرا إلى أن التصرفات التي تخجل منها السعودية تلجأ إلى تنفيذها عبر الإمارات وذراعها الانتقالي. وإلى موقع الخبر بوست الذي نشر بيانا صادرا عن الهيئة العامة لحماية البيئة في محافظة سقطرى، يؤكد فيه مدير عام الهيئة علي محمد سالم أن الهيئة العامة ستلاحق كل من يقوم باصطياد السلاحف في المحافظة. توضح الهيئة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ظاهرة اصطياد السلاحف، وأنها قامت بالفعل بتحرير مذكرة لمحافظ سقطرى الذي وجه بدوره مدير الأمن والنقاط الأمنية في مداخل مدينة حديب وخارجها بتعقب وضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق. ودعا سالم إلى تضافر جهود الجميع للحفاظ على المصادر الطبيعية للمحافظة وعلى أرخبيل سقطرى كموقع تراث طبيعي عالمي. وفي الموقع بوست مشاهدينا الكرام، دعا الشيخ القبلي نائب محافظ أبين وليد بن ناصر الفضلي، دعا المغرر بهم في صفوف ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، خصوصا من ينتمون لمحافظة أبين، التسليم للدولة والكف عن مساندة العصابات الخارجة على النظام والقانون. وأكد الشيخ الفضلي في بلاغ صحفي التزام السلطة المحلية والحكومة بترتيب أوضاع المغرر بهم الذين قرروا ترك صفوف ميليشيات المجلس الانتقالي وضمان ضمهم وترقيمهم في وزارة الدفاع أسوة بما تم في محافظة شبوة مع الذين تركوا صفوف ميليشيات النخبة الشبوانية. وأشار إلى أن القوات أو قوات الجيش الوطني ومؤسسات الدولة الشرعية ستعود إلى زنجبار والعاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا أنها مسألة وقت لا أكثر. تحت عنوان السعودية تبحث عن استراتيجية للخروج من اليمن، نشر موقع ذا ميديا لاين الأمريكي تقريرا قال فيه إن المملكة العربية السعودية تريد إنهاء حربها في اليمن بعد 5 سنوات من إدارة حرب تقترب إلى الخسارة، لكنها تريد خروجا لا يعترف بالهزيمة. وينقل الموقع عن كبير الباحثين في مركز صنعاء للدراسات عبد الغني الإرياني قوله إن الإجراءات السعودية والمنشورات الصحفية التي تلمح إلى الأفكار الحكومية تشير إلى أن الرياض تدرس طريقتين للخروج من اليمن وكلاهما له عواقب وخيمة. الطريقة الأولى تشكل اتفاق مع الحوثيين ومجموعات أخرى، والطريقة الثانية تقسيم اليمن إلى بلدان صغيرة. ويوضح الأرياني للموقع في نهاية حديثه أن الخيار الأفضل للسعودية هو التأكد من بقاء الدولة اليمنية وعدم انتهاك سلامتها الإقليمية، لأن الحفاظ على الحدود المعترف بها للدولة اليمنية طريقة جيدة لاحتواء المشاكل، حيث سيكون من الممكن دعم سلطة واحدة من شأنها تكون قادرة على تأمين البلاد وبالتالي تأمين السعودية. تتساءل صحيفة القدس العربي عما إذا كانت ثمة إمكانيات لأن تتدخل تركيا في اليمن عسكريا على غرار ما فعلته مؤخرا في ليبيا. تقول الصحيفة
إنه مع التحول الذي أحدثه التدخل العسكري التركي في الأزمة الليبية ونجاح أنقرة في قلب موازين القوى لصالح حكومة الوفاق الشرعية، انتشرت نقاشات حول إمكانية تدخل عسكري تركي لصالح الحكومة الشرعية في اليمن، بعدما فشلت السعودية والإمارات على مدار 6 سنوات في تقديم أي دعم حقيقي للحكومة الشرعية في اليمن لمواجهة انقلاب الحوثيين. تضيف الصحيفة أنه على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات أو تصريحات أو خطوات عملية من جانب تركيا في هذا الاتجاه، إلا أن وسائل إعلام سعودية ومصرية وإماراتية كثفت تحذيراتها خلال الأسابيع الماضية من وجود ما اعتبرته خططا تركية للتدخل العسكري في اليمن، مشيرة إلى أن التحركات التركية منذ بدء الحرب في اليمن تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، لكن دون أن يكون لها أي تحركات سياسية أو عسكرية مباشرة حتى اليوم. وفي تقرير نشره مركز الجزيرة للدراسات، يسلط الضوء على استراتيجية التدريج التي يتخذها الانتقالي للسيطرة على الجنوب. يوضح التقرير أن خطوة الانتقال كشفت فشلا كبيرا لاتفاق الرياض الذي تشرف على تطبيقه السعودية، فبينما كانت السعودية تعتقد أنها وسيط مقبول، إذ بها تكتشف أن الإمارات أكثر تأثيرا منها في جنوب اليمن، ما يجعل المناطق التي تحت سيطرة المجلس الانتقالي خارج أي تأثير سعودي، كما هو الحال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يضيف المركز أن الإمارات سعت من خلال هذا التصعيد لفرض بعض من استراتيجياتها في اليمن على شريكها في التحالف، ومن بين تلك الاستراتيجيات إعطاء دور لقوات طارق صالح في الشمال والتعامل مع الانتقالي كممثل وحيد للجنوب في أي اتفاقيات قادمة، وهي استراتيجيات تبقي دور الإمارات وتأثيرها كبيرين في اليمن مستقبلا، وقد يدفع ذلك إما إلى تفاهمات إماراتية سعودية لتقاسم المصالح في جنوب اليمن، أو قد تؤدي تلك الخطوة إلى تفكك تحالفهما. موقع القنطرة نشر تقريرا تحت عنوان لاجئون أفارقة في اليمن كمستجير من الرمضاء بالنار. يقول الموقع إن آلاف المهاجرين الأفارقة يقطعون مسافات طويلة باتجاه اليمن راكبين البحر بقوارب متهالكة تتقاذفهم الأمواج، وحين يصلون إلى الضفة اليمنية تتحطم أحلامهم بحياة أفضل في الخليج والسعودية على صخور الجبال اليمنية. يؤكد الموقع أن توافد المهاجرين من القرن الإفريقي إلى اليمن استمر خلال السنوات الماضية على الرغم من الحرب الكارثية الدائرة في الأخيرة وما خلفته من تداعيات على مختلف المستويات، بما فيها تلك المرتبطة بسلامة الهجرة إلى اليمن والمخاطر التي تهدد القادمين من الضفة الأخرى من البحر إلى الشريط الساحلي اليمني الممتد من البحر الأحمر وحتى البحر العربي. وينقل الموقع عن يمنيين أقوالهم أن الرحلة قد تنتهي بحوادث مأساوية لبعض المهاجرين، بعضهم يقضي نتيجة محاولته تسلق ناقلة أثناء مرورها في طريق بغية التغلب على المسافة التي يعبرها سيرا على الأقدام، كما أن أعدادا أخرى تصل إلى مناطق ساحلية مختلفة من البلاد. إضافة إلى ذلك، فإن وصول بعض المهاجرين إلى السعودية أو دول الخليج وفق شهادات يتم عبر رحلة قد تمتد لشهور. وفي المقالات نطالع مقالا في موقع المهرية نت نعم مشاهدينا الكرام، وفي المقالات نطالع مقالا في موقع المهرية نت للكاتب محمد صادق العديني. يقول الكاتب: إنه لأمر جيد ما فعلته الإمارات بعدم إسهامها بالتبرع المالي لليمن خلال مؤتمر المانحين المنعقد مؤخرا بدعوة من شركتها السعودية، لأنها لو كانت فعلت لظهر بوضوح تضارب المصالح وتناقضها مع سياساتها وتوجهاتها المعتمدة علنا تجاه اليمن أرضا وإنسانا. يشير الكاتب إلى أن الإمارات سخرت الكثير من إمكانياتها لدعم وتمويل أذرع وتشكيلات مسلحة أخرى لبسط نفوذها وسيطرتها على المناطق اليمنية بحيث تقف في وجه الشرعية، مضيفا أنها توجه صواريخها وقصف طائراتها باتجاه أي قوات تتبع الشرعية تحاول إنهاء الانقلاب الجديد واستعادة العاصمة المؤقتة عدن من أيدي مسلحي المجلس الانتقالي الخاضع للإمارات. نهاية الصحافة لهذا اليوم، في أمان الله.